سيدة الرئيسة، يطيب لي في مستهل كلمتنا أن نتقدم لكم ولبلدكم الصديق بالتهنئة الخالصة لانتخابكم رئيساً للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونؤكد لكم بأن وفد سلطنة عمان سيتعاون معكم لضمان نجاح أعمال هذه الدورة. ونود أن نسجل تقديرنا لرئيس الدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة ميروسلاف، لا شك لإدارته أعمالها والقرارات التي اتخذت أثناء فترة رئاسته. ونغتنم هذه الفرصة لنعبر عن إشادتنا الكاملة بالجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لتعزيز دور المنظمة وتطوير آلياتها وعملها بما يمكنها من تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. سيدة الرئيسة، إن عمل الأمم المتحدة يجب أن يركز على مواجهة التحديات وتسوية النزاعات والصراعات الدولية وتحقيق السلام، وانطلاقاً من إيمان بلادي بأن الحوار والتفاوض هما أنسب الوسائل لحل الخلافات، فإننا نؤكد على أن سلطنة عمان لن تالو جهداً لدعم المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. إن السلام من وجهة نظرنا يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وأملنا أن تتعاون الدول الأعضاء ضمن منطلقات جديدة تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. السيدة الرئيسة، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن تعاون المجتمع الدولي لإيجاد بيئة مناسبة تساعد الأطراف على إنهاء الصراع أصبح ضرورة استراتيجية ملحة. ونعتقد أن الظروف القائمة حالياً رغم صعوبتها وتوقف الحوار باتت مواتية لإيجاد بيئة لنقاشات إيجابية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، حيث أن عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدي إلى استمرار العنف والإرهاب. إننا في سلطنة عمان على استعداد لبذل كل جهد ممكن لإعادة بيئة التفاؤل للتوصل إلى اتفاق شامل يضع في الاعتبار مستقبل التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تعايش بين الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية، فتحقيق بيئة سلمية بين الإنسانية للشعب اليمني سيد الرئيس، وفي السياق للحديث عن منطقة الشرق الأوسط لا سيما بين الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية، فتحقيق
بيئة سلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يعد أساساً إقامة السلام في المنطقة. كما ندعو دول العالم وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي لها دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق العالم لأن تنظر إلى مستقبل هذه القضية من منظور دعم توجهات السلام وتسهيل عملية المنظمات الدولية وعدم التضحية بها. سيدة الرئيسة، إن ما تعانيه الجمهورية اليمنية من وضع مأساوي إنساني واقتصادي نتيجة انهيار البيئة التحتية في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن اليومية في اليمن، وانتشار الأمراض وعدم كفاية العلاج والدواء يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود لمساعدة اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى مشروعاً إنسانياً يتيح وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني في مختلف المحافظات، وتسهيل استخدام المطارات والمواني لتلك الغاية، ذلك أن الأوضاع الإنسانية في اليمن باتت تتطلب اتخاذ مثل هذه التدابير. وفي هذا السياق نترحب بلادي بالجهود التي تسعى إليها الأمم المتحدة ودول التحالف العربي لإنشاء جسر جوي طبي إنساني لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج عبر رحلات مبرمجة وتحت إدارة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الأطراف اليمنية. كما تؤكد بلادي دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيث، وندعو إلى تسهيل مهمته لعقد اللقاءات والمشاورات التي لا بد منها بين الأطراف اليمنية، وتسهيل تنقلاتهم للمشاركة في تلك اللقاءات والمشاورات. ونرى أن الحل السياسي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار واقع اليمن، وأن تتاح الفرصة لجميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية في داخل اليمن وخارج اليمن للمشاركة في تحديد ورسم مستقبل مشرق لبلادهم. ونود أن نؤكد على أن التسهيلات والمساعدات الإنسانية من سلطنة عمان للشعب اليمني الشقيق مستمرة، وأن المنافذ البرية والبحرية والجوية في سلطنة عمان والمشتركة مع الجمهورية اليمنية هي الوسيلة المتاحة لعبور الأشقاء اليمنيين وتواصلهم مع العالم الخارجي، ستبقى مفتوحة من منطلق الأخوة والجبار وما يربط الشعبين العماني واليمني من أواصر وشائج اجتماعية وتاريخية عميقة، وتؤثرنا بمعاناة الشعب اليمني الإنسانية. ونامل أن يستمر هذا الجهد والتعاون المشترك في سوريا وغيرها من المناطق، ولا تفوتنا الفرصة أن نشيد بالجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي مستورا لمساعدة الأطراف السورية على تطوير البيئة الدستورية والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في جنيف والإستانة وتشوسي لوقف الحرب والوصول إلى مصالحة وطنية تنهي الصراع. معالي الرئيسة، تعبر بلادي عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية في منطقة القرن الأفريقي وما توصلت إليه دول المنطقة من تفاهمات من شأنها استعادة الثقة وإنهاء الخلافات، ونرحب بالجهود التي يبذلها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ودوره
ودور بلاده المحوري والهام، وهو ما سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وختاماً، تجدد بلادي دعوتها إلى سائر الدول العالم للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية بعيداً عن الحروب وتبعاتها المأساوية، لكي يسود الأمن والاستقرار ولتنعم شعوب العالم بالتنمية والرخاء. وشكراً سيدة الرئيسة.